من وحي الطبيعة وبمصداقية وجودة عالية. وضعت مؤسسة الأمانة لعسل النحل بين يديكم أجود أنواع العسل الطبيعي، لأن غذاءكم أمانة. تفحص منتجاتنا عبر المختبرات حتى تصل إليكم بأعلى المقاييس. صدق، أمانة، وجودة. للتواصل مع مؤسسة الأمانة لعسل النحل، الاتصال على 010-660-23-059 010-91-70-27-60 010-22-36-58 00-060-82-660. مؤسسة الأمانة، موطن العسل الأصلي. مساء الخير عليكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم بنكمل بعض. مشاهدين الكرام، الإنسان بنيان الله، ملعون من هدمه، هدي نبوي من نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن يوجهه للأمة الإسلامية فحسب، بل هو توجيه للإنسانية جمعاء. فإذا كان حديثنا اليوم عن عقوبة إزهاق الروح في القوانين الوضعية، فإن الكارثة الكبرى تكمن في العقوبة السماوية. فهل هناك خسران أكبر من الطرد من رحمة الله التي هي رجاء كل عبد من عباده؟ لذلك أوجه إصبعي إلى كل مغيب، عليك أن تفيق، فالأمر جد خطير. وتذكر دائما قول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل، بسم الله الرحمن الرحيم، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. صدق الله العظيم. أعزائي المشاهدين، ضيفي وضيفكم النهاردة إن شاء الله يكون معايا بعد الفاصل المستشار شريف صادق، المحامي بالنقد والإدارية العليا. هنتكلم عن جرائم القتل والبلطجة بعد الفاصل، انتظرونا. من وحي الطبيعة وبمصداقية وجودة عالية. وضعت مؤسسة الأمانة لعسل النحل بين يديكم أجود أنواع العسل الطبيعي، لأن غذاءكم أمانة. تفحص منتجاتنا عبر المختبرات حتى تصل إليكم بأعلى المقاييس. صدق، أمانة، وجودة. للتواصل مع مؤسسة الأمانة لعسل النحل، الاتصال على 010-660-23-059 010-91-70-27-60 010-22-36-58 00 010-60-82-660 مؤسسة الأمانة، موطن العسل الأصلي.
ورجعنا لكم من الفاصل اعزائي المشاهدين، واسمحوا لي ان ارحب بضيفي اللي منورني وشرفني النهارده، سياده المستشار شريف صادق المحامي بالنقد والاداريه العليا. اهلا بك يا مستشار. اهلا استاذ محمد، اهلا بالساده المشاهدين، ونعتذر عن التاخير في الحلقه السابقه للظروف الجويه والظروف اللي كنا فيها. اكيد طبعا، فنتمنى تقبلونا العذر. اكيد طبعا سياده المستشار، اسمح لي ابدا مع حضرتك بتعريف او نفرق بين الجنحه والجنايه والمخالفه وعقوبه كل منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو اولا الفرق ما بين الجنايه والجنحه والمخالفه طبقا لقانون العقوبات هي حروب بسيطه. بتبدا الفرق في الجنائي بالذات بيبدا بالجنايات، هي نعم. الجرائم اللي بيعاقب عليها القانون بالعقوبات اللي هي الاعدام والسجن المؤبد او السجن المشدد او السجن. اما الجنح فهي الجرائم التي معاقب عليها طبقا للقانون بالحبس او الغرامه فقط. المخالفة اللي يعاقب عليها الحكم، اللي يعاقب عليها القانون برضو بالمخالفات بالغرامة. يبقى الفرق النهاردة ما بين الجناية والجنحة، الجنحة بيعاقب عليها بالحبس وليس السجن. تمام. الحبس والغرامة. أما الجناية فدائما العقوبة فيها بتكون مشددة، سواء كان بقى جريمة القتل العقوبة فيها بتبدأ من الإعدام ثم المؤبد ثم السجن. العقوبة السجن تحديدا أو السجن المشدد اللي هو بيتعلق بالأشغال الشقة، أو بالسجن المشدد اللي هو بعمل من أعمال الأشغال داخل السجن. نعم. أما المخالفة المخالفة دي بتبقى عقوبتها الغرامة دايما. نعم. طيب سيادة المستشار، القتل من أبشع الجرائم، والإسلام وجميع الأديان السماوية حفظت النفس البشرية. خلينا أعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين ما هي جريمة القتل وفقا للقانون وإيه هي عقوبته. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما قبل ما نتكلم في القتل في القانون دايما بنتكلم في التشريع الأولى والمصدر الأول للتشريع الأولى هو الدين. نعم. والقرآن والنفس البشرية. رب العزة سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر قال ان النفس البشريه او حرمه النفس البشريه اشد عن الله سبحانه اشد عند الله سبحانه وتعالى من حرمه الكعبه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ورب العزه في القران كما وضحت معاليك في مقدمتك بان النفس او القتل من قتل مسلما فالمساله فيها نبدا بعقوبتها او تعريف القتل بوجه عام. القتل هو نوع او هو اذهاق روح انسان بفعل انسان اخر، ده التعريف طبقا للقانون. إزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر متعمدا، بيكون في قصد العمد في القتل. أما رب العزة سبحانه وتعالى عندما ذكر بقى في القرآن والدين الإسلامي رب العزة من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وربنا سبحانه وتعالى بيقول برضو ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ده تعريف القتل بمعنى أدق في الدين. وربنا سبحانه وتعالى في هذا المنطلق في العقاب والحساب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. صدق الله. هذا فيما ذكره القرآن وهو المصدر الأول في التشريع في تعريف جريمة القتل. نعم. ونعود للقانون والدستور والنفس البشرية التي حرم الله قتلها، وكذلك القانون حرم التعدي على النفس طبقا للدستور وطبقا لنص المادة 59 من دستور 2014 اللي أقر أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها فلا ولكل مقيم على أرضها. فحرم القانون بداية من الدستور اللي هو المصدر اللي بنتعامل بيه أو اللي بنطبق فيه ونحاكم عليه والدستور وتعديلات الدستور الأخيرة اللي تمت في 2014 وتبقى لنص المادة 59 هي لابد لكل شخص حياة آمنة فلا يجوز التعدي عليه.
نعم فضل. طيب المادة 234 من قانون العقوبات بتقول من قتل عمدا من غير إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت أو تلتها جناية أخرى. عايزين نعرف من حضرتك أنواع القتل وعقوبة كل نوع. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لجريمة القتل نفسها، أركان، قبل ما نتكلم على أنواع الجريمة لابد أن نتكلم في أركان هذه الجريمة. تمام. ركن الأول في جريمة، في هذه الجريمة، الجريمة دي بتدور حول ثلاث محاور أو ثلاث أركان. الركن الأول ألا هو موضوع القتل، لابد أن يكون موضوع القتل هو إنسان حتى يتهم الإنسان الآخر بالقتل. الركن الثاني أو الثاني في هذه الجريمة ألا وهو الفعل الذي يؤدي إلى الوفاة، لابد أن يرتبط أو ترتبط حياة الإنسان أو إزهاق الروح بالفعل الذي قام به القاتل. يبقى هنا بنتكلم في الفعل ومن صدر عليه الفعل اللي هو القتيل أو المغفور أو المرحوم رحمة الله عليه. تمام. ولابد أن تتوافر علاقة السببية ما بين الفعل والنتيجة اللي هي بتصل للعقل. ولذلك بيتطرق المشرع في الركن الأخير ألا وهو القصد الجنائي للشخص أو للفاعل أو للقتيل. هل هذا المتهم كان يقصد أو يترتب أو يكمن في صدره إزهاق روح هذا الإنسان من عدمه؟ فبيعود لهذه الجريمة. وهذا المشرع حتى في تفصيله لهذه الجريمة جعل من هذه الجريمة ركن خاص ألا وهو نية إزهاق الروح. دي اللي بنسميها سبق إصرار وترصد. لا، النهاردة النية النية اللي بتكمن في صدر الإنسان لابد أن يكون هذا الإنسان يكمن في صدره نية إزهاق روح الإنسان بالنسبة للقاتل. بالنسبة للقاتل. تمام. يبقى لابد أن يكون هناك في نية مسبقة. لابد أن يكون في إعداد مسبق. هنا لما نيجي نتكلم في سبق الإصرار أو الترصد يبقى بنوصل لتجديد الجريمة والعقوبة. يبقى النهاردة هل القتل بوليد لحظة؟ يعني هناك فرق بين الضرب والضرب الأفضى إلى الموت والقتل، والقتل مع سبق الإصرار والترصد. المشرع هنا لما جه حضرتك اتكلمت في 230 بتقول إن كل من قتل نفس عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. هنا اشترط في 230 أن يلحق عشان المتهم ده يعاقب بالإعدام لابد أن يسبق القتل أو الفعل اللي أدى إلى الوفاة جريمة سبق إصرار. يبقى ده الظرف المشدد لجريمة القتل. ولذلك بيعاقب من اتهم بسبق الإصرار والترصد وإعداد والاتفاق، والنهاردة يعد العدة، كمن يجهز سلاح، كمن يجهز الحبل، كمن يجهز السم لإحضاره أو لإعطائه للمجني عليه. إذا سبق هذه الجريمة سبق إصرار، مصر كهي بالعرف أو بالطبيعي كده أن يكون هناك نية في إصراره على القتل. ولذلك بيصل طبقا ل 230 عقوبات بيصل للعقوبة فيها للإعدام، وتليها بعض نصوص ك 231 اللي وضحت معنى الإصرار والترصد. 231 قالت أن الترصد السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية، ويكون الغرض المصر فيها إيذاء شخص بعينه. يبقى إذن عقوبة الإعدام وضحتها 230 في الإصرار إنه يكون إصرار بجزم بنية مسبقة على إزهاق الروح. فضل. طيب عايزين بقى نتكلم عن أنواع القتل. قتل العمد، قتل الخطأ، القتل أو الضرب المفضي إلى موت. عايزين نتكلم عن كل نوع والعقوبة الخاصة به. القتل أنواع. قبل ما نتكلم على القتل العمد، هناك قتل خفيف اللي هو لا تكون هناك دوافع أو وليد لحظة زي ما بيقول، واللي ممكن النهاردة يوصف بالجنحة وليس الجناية، ألا هو القتل الخطأ. تمام. فالقتل الخطأ وليد لحظة كحادث السيارة اللي بنشاهده جميعا، وده بيعود فيه لعدم وجود الشبهة الجنائية، ولذلك ده بيجنح.
بيجنح بعد ما يعرض المتهم على النيابة العامة، تكون جنحة مش وجنحة وليس جناية، عشان نبدأ بترتيب القتل. تمام. فترتيب القتل بيبدأ بالقتل الخطأ، لا فيه قصد ولا فيه نية ولا فيه إعداد. وليد لحظة، حادثة، قتل خطأ، يعني الإنسان ماشي بطبيعته في الشارع وماشي في حال سبيله زي ما بنقول، وتعرض لحادث فأدى إلى وفاة شخص آخر، هو ده اللي بيسمى القتل الخطأ. تمام. والقتل الخطأ ده بيوصف بالجنح، يتلوه القتل العمد زي ما قلنا هي وضحها وترتبها القانون، وهنمشي تبع ترتيب القانون، ألا هو القتل العمد مع سبق الأسرار والترصد، وده عقوبته بتوصل للإعدام. اللي بعده يتلوه في المرتبة الأخف، ألا وهو القتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد، وده عقوبته السجن، وبتوصل فيها للمؤبد أحيانا إذا لحق به جنحة أخرى، أو إذا ارتبطت الجناية بالجنحة كسارق وذهب للسرقة وأثناء هذه السرقة تعرض له المجني عليه فقتله. طيب، متى بقى تصل عقوبة القتل إلى الإعدام شنقا؟ قلنا وضحناها لحضرتك، تصل العقوبة للإعدام إذا سبق القتل سبق إصرار أو ترصد. تمام. ده بيكون هناك لا محالة ولا يوجد أمام المحكمة إلا الحكم بالإعدام بعد حالة هذه الأوراق للجنة أوضار الإفتاء المصرية لأن تبدي رأيها في موضوع الدعوة، وبعد ذلك بيصدر الحكم. ولذلك الحكم بالإعدام هو من أشد العقوبات، لأن إزهاق روح قصاد إزهاق الروح الثانية، ولذلك لا يتم تنفيذ هذا الحكم إلا بعد العرض وبعد صدور رأي أو قرار لجنة الإفتاء المصرية في الناحية الشرعية، ثم بعد ذلك يصدر الحكم من المحكمة بالإعدام. طيب، إحنا تحدثنا دلوقتي عن القتل الخطأ. سيادة المستشار، القانون لا يعرف الدية ولكن يعترف بالتصالح فقط، هل دفع الدية في حالة القتل الخطأ بتعفي من العقوبة؟ بيجوز النهاردة المشرع بيجوز في الجنح، على أن اعتبرها أن احنا قلنا هناك فرق بين الجنحة والجناية، هناك فرق بين القتل الخطأ والقمض للعمد أو القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. فيما يتعلق بالدية والقتل الخطأ، الدية ربنا سبحانه وتعالى ومن قتل مسلما فدية مسلمة إلى أهله أو تحرير رقبة، وبعد ذلك كمالة للآية اللي ما بيستطعش ومن لم يستطع فعليه بصيام شهرين متتاليين. إذن المشرع السماوي سمح بالدية في القتل الخطأ، ويجوز برضو النهاردة للمشرع وأجاز المشرع في قانون العقوبات وفي قانون الإجراءات الجنائية، يجوز للمحكمة أن تأخذ بالتصالح من أهلية المتوفي إلى رحمة الله. تمام. يعني النهاردة لو أنا النهاردة تمثلت في قتل الخطأ وتوصلنا إلى حل رضائي ما بين أهلية المجني عليه، يجوز لأهلية المجني عليه إنها تاخد دية المتوفي إلى رحمة الله، ويجوز لها المشرع أن تحضر أمام المحكمة لورثته طبقا للثابت في إعلام الوراثة. يجوز في الجنح أن يتصالح أهلية المجني عليه، يجوز لهم أن يتصالحوا، وبذلك حتى المحكمة بتقضي بانقضاء الدعوة الجنائية بالتصالح. ده هذا فيما يتعلق بالجنح. أما الجنايات فلا شأن آخر. الدية في الجناية يجوز زي ما قلنا وذكرنا في النص القرآني، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ثم يتلوها الآية الثانية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وذكر ربنا سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع من المعروف. هذا هو العفو، العفو من أهلية المجني عليه في القتل، سواء كان هذا القتل عمد أو سبق إصرار أو ترص عفو. ولكن هذا العفو وهذه الدية هل هي ملزمة لمحكمة الجنايات؟ لا. المسألة فيها لما تعرض الأمر على محكمة الجنايات، إما أن يكون نوصل للتصالح فنوصل مع محكمة الجنايات إلى تعديل ما تم من أقوال بطريقة مباشرة، عشان بقى نوصل للمحكمة في كيفية تعديل الأمر والقيد والوصف وتعديل، وندي فرصة للمحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار لهذا التصالح في الدية. ولكن هذا الرأي غير ملزم للمحكمة إلا إذا تم تعديل الأقوال وتم إنفاء الاتهام عن المتهم. تمام. وهل هذا
ملزم للمحكمة، الأمر كله يترك لمحكمة الجنايات كسلطة تقديرية، بيعطي المجال لمحكمة الجنايات أنها تستعمل نقص المادة 17 من قانون العقوبات اللي هي استعمال أقصى درجات الرأفة بالمتهم. والحالات دي إحنا لما بنواجهها قدام المحكمة الجنايات دائما المحكمة ممكن تقضي بالحكم عقاب التنفيذ أو أنها تنفي الاتهام عن هذا المتهم وتقضي له بالبراءة، فالأمر بدأ بيترك كسلطة تقديرية لمحكمة الجنايات. طيب أفهم من كده سيادة المستشار أن في حالة الجنحة أو القتل الخطأ لو في دية بتكون بين أهل المجنى عليه وأهل الجاني، تمام، لكن التصالح ده بيكون أمام المحكمة بعد هما بيتفهموا مع بعض وخلاص أنا هدفع دية. في الجنح التصالح ملزم للمحكمة. طيب في حالة بقى تعدد المجنى عليهم لأكثر من ثلاث أشخاص في الجنح برضه أو في القتل الخطأ، هنا لما يكون في تصالح أو يجوز التصالح في هذه يجوز الحالة؟ بص، يجوز التصالح أمام الجنح في أي حال، أما عدم التصالح ده بيعتبر ظرف. هنا بنتطرق لنقطة أخرى ألا وهو الظرف المشدد في عقوبة القتل الخطأ. يعني النهاردة كل من اللي بيرتكب الجريمة في القتل الخطأ بتختلف لموت شخص أو أكثر من شخص، لأن النهاردة ممكن المحكمة في الجنحة اللي بيموت فيها شخص واحد قد تقضي المحكمة بحبس المتهم 6 أشهر أو سنة، ولكن النهاردة لما بيموت أكثر من شيء أكثر من شخص أكثر من 3 قد تصل الحكم فيها لـ3 سنوات كاملة في الجنح، ولو اقترنت هذه الجنحة بجنحة أخرى كالسير بعكس الاتجاه أو السير بدون ترخيص أو النهاردة قيادة مركبة بيترتب عنها الإهمال والرعونة والسواقة وغير آمنة قد تقترن جنحة القتل الخطأ بجنحة أخرى، فكده بنخضع للظرف المشدد قد تصل العقوبة فيها من 1 سنة لـ5 سنوات أو 3 سنوات، ظرف بيعتبر ظرف من الظروف المشددة في الجنح. يعني القتل الخطأ عقوبته من سنة من يوم لثلاث سنوات. طيب. الظرف المشدد قد تقترن فتلحق بعقوبة أخرى 3 سنوات مثلا في القتل الخطأ وسنة في القيادة بدون ترخيص أو سنة في الإهمال، فبتلاقي النهاردة العقوبة تعددت فيها الاتهامات للظروف المشددة ولذلك بيحصل أقصى عقوب. موضوع سيادة المستشار بنشوفه كتير جدا وهو في الأفراح، إطلاق النار في الأفراح والقتل الخطأ في هذه الحالة، ما عقوبة الجاني في هذه الحالة؟ العقوبة الجاني في القتل الخطأ بالنسبة للأسلحة بيخلينا نتطرق لنوع السلاح الأول، وهل السلاح ده سلاح مرخص ولا السلاح ده غير مرخص اللي هو المشخشن، اللي للأسف للظروف اللي احنا تعرضنا ليها والظروف اللي احنا بنشوفها الأسلحة اللي هي مصنوعة صناعة يدوية وللأسف منتشرة في المناطق الشعبية ومنتشرة في مناطق عدة في الأفراح، ولكن ممنوع منعا تاما إطلاق طبقا للتعليمات وطبقا للقانون مطلوع ممنوع منع إطلاق العيارة النارية في الأفراح. ولكن هنا النهاردة بنصل لجريمة تانية، هل لو استعمل هذا السلاح المرخص واستعمله في الأفراح هذه عقوبة بتبدأ الأولى عقوبة استعمال هذا السلاح، وبنص نوع السلاح هل السلاح ده مرخص ولا غير مرخص دي عقوبة تانية. مسألة بقى أن يموت شخص في هذا أو نتيجة لهذا التصرف، وللأسف المشرع هنا والجرائم هنا بيقيد كقيد وصف على اعتبار مفيش نية ومفيش قصد مفيش عنصر إجرامي في هذه الجريمة كان الغرض منه الابتهاج والفرحة، فبتقيد قيدا ووصفا بقتل خطأ، تمام، بتخضع برضه للجنحة قتل خطر، ولكن هو القتل الخطأ اللي بيقع فيه كظرف مشدد وعقوبته بتتعدد بالجرائم اللي تم ارتكابها، ولذلك بيحصل لأقصى عقوبة ولكن بيقيد قيدا ووصفا كجنحة قتل خطأ. طيب تحدثنا عن القتل، بعد الفاصل إن شاء الله هنتكلم عن الشروع في ارتكاب الجريمة وعقوبته وأنواعه. أعزائي المشاهدين هنخرج فاصل ونرجع نكمل مع المستشار شريف صادق بعد الفاصل، انتظرونا. من وحي الطبيعة وبمصداقية وجودة عالية، وضعت مؤسسة الأمانة لعسل النحل بين يديكم أجود أنواع العسل الطبيعي، لأن غذاءكم أمانة.
تفحص منتجاتنا عبر المختبرات حتى تصل إليكم بأعلى المقاييس. صدق، أمانة، وجودة. للتواصل مع مؤسسة الأمانة لعسل النحل، الاتصال على 010-660-23-059 010-91-70-27-60 010-22-36-58 010-60-82-660 مؤسسة الأمانة، موطن العسل الأصلي. رجعنا لكم من الفاصل أعزائي المشاهدين. تحدثنا قبل الفاصل عن القتل وأنواعه، هنتحدث الآن عن الشروع في ارتكاب الجريمة. سيادة المستشار، ما هو الشروع في ارتكاب الجريمة وعقوبته وأنواعه؟ الشروع بوجه عام وطبقا للمادة 45 النهاردة، ألا وهو أن يبدي ويبدأ المتهم في ارتكاب الجريمة وتتدخل شيئا أو طبيعة أخرى أو عنصر آخر لا إرادة للمتهم فيه في وقف هذه الجريمة، ولذلك بيسمى شروع. كمن بدأ في ارتكاب الجريمة وظهر شيء حال دون إتمام هذه الجريمة، فبذلك لم تتم هذه الجريمة ولكن بشيء خارج عن إرادة المتهم، بمعنى أنه قد ترتكب أو كانت هذه الجريمة تتم لولا تدخل هذا الشيء. بتوضيح أكتر، في القتل تمام، كمان يضرب إنسان، يضرب شخص وهذه الضربة لا تؤدي إلى الوفاة أو لا تؤدي إلى القتل، ويكون هناك نية مسبقة له في ارتكاب جريمة القتل، فالنية بتجزم وبتحدد أن يكون هناك الشروع في ارتكاب جريمة القتل. يبقى يسمى شروع في القتل. ضرب حد بسكينة بقصد، بس ما بقصد أن يقتله ولكن لم يتوفى. ومن يضرب إنسان بسلاح وتحيد هذه الطلقة عن المتهم أو بتصل الطلقة في مكان لا يؤدي إلى الوفاة، تمام، يبقى هناك احنا قلنا في البداية هندور وسياق والبؤرة الرئيسية في جريمة القتل ألا وهي النية. وجدت النية في إزاك الروح ولم تتم الجريمة، بقى شروع في القتل، تمام. ولكن لو ما فيش نية وضرب إنسان آخر ولم تؤدي هذه الضربة إلى وفاته، انتقلنا إلى شيء ما آخر تاني في القيد ووصفها طبقا ل 236 بتوصل النهاردة للضرب أفضل إلى الموت. يبقى هناك كان نية في الضرب، مشاجرة وخناقة واثنين ضربوا بعض، ولكن هذه الضربة أدت إلى الوفاة. يبقى هنا بنجبر أو بنوضح هناك ما فرق ما بين الشروع في القتل والضرب الأفضى إلى موت. طيب خلينا نتكلم عن الأول عن عقوبة الشروع في القتل ونرجع تاني للموت المفضي. الشروع في القتل عقوبتها السجن، عقوبتها السجن قد تصل من يوم إلى 15 سنة السجن، ولذلك ما بتوصلش فيها للظرف المشدد، والأمر ده أمر تقديره للمحكمة أو محكمة الجنايات في تقدير مدة العقوبة، تمام، في بحث وظروف وملابسات وقائع الدعوة تصل بها المحكمة. قد تكون العقوبة ممكن تصل لثلاث سنوات أو خمسة، أو تلاحق ظرف الشروع في القتل باقترانه بحيازته لسلاح أو حيازته لشيء يمثل جريمة، قد تصل فيها العقوبة للخمستاشر أو للسجن المؤبد لاقتران جريمة الشروع بالقتل بجريمة أخرى أو بجناية أخرى ألا وهي السلاح بدون ترخيص. طيب خلينا نتكلم عن
القتل او الضرب المفضي الى موت وعقوبته ايضا. الضرب المفضي كل حاجة الضرب المفضي الموت والذي يثير جدلا كثيرا. ليه؟ لان النتيجه واحد الا وهي ازهاق الروح. النتيجه وصلنا الى شخص متوفي، ولكن النهارده بيعرض الامر على محكمه الجنايات تنظر في ظروف ووقائع الدعوه. ولذلك هذا الامر افقد وصفه دايما بيخضع من بدايته للنيابه العامه في 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 تحديد القيد والوصف، سواء اذا كان ما بين القتل العمد والضرب الافضى الى موت من 230 و234 و231 الى النهارده الضرب الافضى الى موت 236 من قانون العقوبات. ايه هو الضرب الافضى الى موت؟ الا وهو ان يقصد الشخص ضرب انسان ولن تكون هناك نية مبيتة لديه او نية تكمن في صدره في ازهاق روحه. تمام. ولكن الضربة التي تمت ادت الى النتيجة الا وهي الوفاة. كده بيقيد الامر بعدم وجود نية، والنية دي زي ما بنقول في الدين او في الاسلام النية دائما محلها الايه؟ القلب. القلب. النية في القانون محلها المصادر الخارجية التي تحيط بارتكاب الجريمة. وامر تقدير النية في ازهاق الروح بيرجع الى المحكمة في امر تقدير، هل هناك نية مسبقة من المتهم حتى يتهم بالقتل؟ مفيش نية، وانعدم وجود النية للمتهم قيد هذا الامر بالضرب الافضى الى موت، واصبحنا النهاردة بيخضع للعقوبة الاقل اللي بتكون حددها القانون طبقا لنص المادة 236 من 3 سنين الى 7 في الضرب الافضل الى الموت. استاذ المستشار، عايزين نتكلم شويه عن انواع الادله اللي ممكن تكون سبب في اثبات التهمه وادانه الشخص. الادله الجنائيه في اثبات وهو امر تقديره بيكون نتكلم عن الادله اللي هي اثبات الادانه وايضا الادله في اثبات البراءه. تمام. الادله في اثبات الادانه في اثبات الادانه بتبدا بمحضر الاجراءات الذي يتم تحريره بهذه الواقعه. محضر الاجراءات محضر الواقعه نفسها، محضر المشكله نفسها اللي ادت الى الوفاه، وبيتم تحريره من ضابط الشرطه الذي بيدير عمليه الضبط على المتهم في بدايه الدليل في الضابط اللي قبض على المتهم. ثم يعقبها اتهام المتهم من اهليه المجني عليه، ودي دائما بنسميها في القانون قائمه الثبوت. تشمل هذه القائمه الادله حتى تطرح وتدون وتعرض على محكمة الجنايات، بداية من أقوال محرر المحضر واللي بتبتدي بأقواله، ثم تحرياته عن الواقعة وظروفها وملابساتها، ثم شهادة أهلية المجني عليه الذي اتهم المتهم بالإدانة، ثم شهود الإثبات اللي بيسموا شهود الواقعة لو كان في موجود ناس على مسرح الأحداث وأدلوا شهادتهم واتهموا الشخص وأجزموا وتأكدوا أن هذا الشخص هو الذي ارتكب هذه الجريمة، ثم بعد ذلك دليل الفني أو المادي ألا وهو دليل الصفة التشريحية الخاصة بالمغفور له رحمة الله عليه. يعني بيعرض المتهم وبيروح لمصلحة الطب الشرعي، بتحدد أسباب الوفاة طبقا لتقرير الصفة التشريحية. هذه الأدلة تعرض كلها على بساط البحث أمام محكمة الجنايات، ومن ثم بتقضي في هذه القضية طبقا لقائمة الثبوت اللي بتجهزها وبتعدها النيابة العامة التي اختصت بالتحقيق في هذا الأمر. وبعد ذلك يعرض الأمر على محكمة الجنايات، ومحكمة الجنايات بدورها بتوجه أهلية المجني عليه وبتوجه دفاع المتهم ودفاع المجني عليه، وبيعرض المتهم ومحاميه لقراءة وبيجيب نسخة من هذه الجناية يقرأ أمرها وقيدها وأصفها وأمر إحالتها لمحكمة الجنايات. وبالتالي لما بيقيد القيد والوصف بتحدد نصوص المواد، وهل المتهم يعاقب بقى 230 ولا يعاقب على 231 ولا يعاقب على 233 ولا 34 ولا ينتهي الأمر به إلى معاقبته طبقا ل 236. تمام. دي بالنسبة لأدلة الإدانة. طيب أدلة إثبات البراءة. أدلة إثبات البراءة طبقا لما لمسناه أمام المحاكم وما تم من مرافعاته بتبدأ بأركان الجريمة. أركان الجريمة دائما أدلة
البراءة الدفاع بيبدأ بأركان جريمة، ويبص لموضوع الدعوة وهذه الجريمة هل اكتمل أركانها من عدم. ودائما دفاع المتهم بيدور على الثغرة التي تحدد أو تصل به لتخفيف العقوبة أو براءة المتهم إذا انتفت صلته. فالأولى أركان الجريمة، هل النهاردة أركان الجريمة توفرت من حيث الموضوع أن من قتل شخص إنسان، أو من حيث الفعل أن هذا الفعل هو الذي أدى إلى الوفاة طبقا لتقرير الصفة التشريعية، أو أن يصل إلى النقطة الثالثة والمهمة في جرائم القتل عامة ألا هو القصد الجنائي. القصد الجنائي والمشرع في جريمة القتل جعل لهذه الجريمة قصد خاص، أن يكون هناك نية في إزهاق الروح. النية يسبقها فعل، النية يسبقها التروي، النية لازم يسبقها فعل مادي في ارتكاب الجريمة. لازم يكون هناك نية مبيتة في ارتكاب الجريمة. ده بالنسبة لأركان الجريمة. ثم بعد ذلك ممكن نصل لدليل آخر، هل المتهم الذي يعرض على محكمة الجنايات ثبت بعلم اليقين وبالدليل الفني والدليل المادي وأقوال الشهود أنه مرتكب الواقعة؟ قد يكون لا، قد يكون تنتفي صلة هذا المتهم بالجريمة، وقد تنتفي صلة المتهم بالفعل الذي أدى إلى النتيجة. يعني هناك دليل، يعني قد يكون المتهم أحدث الضربة ويعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي وتقرير الفحص الفني للصفة التشريحية والذي يثبت. وكم من جرائم شهدناها وعاصرناها في أن نصل فيها أن يتهم شخص بجريمة القتل وأنه هو القتل المجني عليه رحمة الله عليه، ثم نفاجأ بتقرير الصفة التشريحية يثبت عكس ذلك نهائيا. قد يكون هناك تنتهي لتقرير الصفة التشريحية لهبوط حد في الدورة الدموية للمجني عليه، قد ينتهي التقرير إلى أن المتهم. ولذلك الكلام في أنواع القتل والدلائل كثيرة جدا 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 في إيه؟ إن قد يصل تقرير الصفة التشريحية إلى أن هذه الضربة ليست هي التي أحدثت الوفاة، وقد يصل تقرير الصفة التشريحية في الجرائم وعصرناها هذه الجرائم أن المغفور رحمة الله عليه توفى قبل الضربة. طب دي يا سيادة المستشار دي عقوبتها إيه؟ أو في الحالة دي إيه اللي بتقول؟ هنا انقطعت الصلة ما بين الفعل والنتيجة. الفعل هو الضربة والنتيجة هي القتل. لو انقطعت علاقة السببية ما بين فعل المتهم والنتيجة اللي هي القتل، انتفت صلة المتهم والمتهم خد براءة. يعني أنا النهاردة أعاقب على مجني عليه، الناس بتقول إن أنا ضربته وعرض المتهم على الصفة التشريعية، قال الراجل ده بس سبب الوفاة مش بالضربة بتاعت قبل الضربة بساعتين. يبقى أنا ما ضربته، يبقى ضربتي الفعل ده مش هو اللي أدى للنتيجة دي، أصبح انتفت صلة المتهم والمتهم قد براءة. سيادة المستشار، من خلال خبرتك القانونية الكبيرة، حضرتك تقول لي على أغرب القضايا حضرتك قابلتها أو عصرتها في مشوارك أو مشوار المحاماة، أغرب القضايا. الـ 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 الجرائم كثير بس جدا. في كده تبقى قضية كده للأسف. إن إحنا الأيام دي التوعية قلت والإجرام زاد بسبب أنواع كثيرة وقلة الوعي، وبسبب أن النهاردة للأسف القيم تلاشت. ولكن من أغرب القضايا التي عصرتها بنفسي أن يحبس متهم ظلما دون أن يكون له أدنى صلة بجريمة القتل. وبذلك كانت قضية شهيرة عصرتها من فجر تحقيقها. وانتهت هذه القضية إلى اتهام شخصي، وعرض الأمر على محكمة الجنايات بأمر إحالة وتحريات تنفي ارتكاب المتهم للجريمة، وأجزمت التحريات بأن الفاعل مجهول. إلى أن نفاجأ وتعرض الأمر على محكمة الجنايات. في الصعيد بيختلف الأمر، يعني دايما جرائم القتل في الصعيد بتختلف. القضية دي كان يسبقها جريمة أخرى، وهي أن هذا المتهم، وللأسف بينفذ إلى الآن حكم بالمؤبد، والده كان توفى
وعوقب المتهم الذي اتهم فيه بالسجن، وكان واخد سجن مؤبد في الوقت ده، فاجئ بالمحكمة ولا كل التقدير، وده أمر ما نقدرش نعيب فيه، قد تكون المحكمة ترى وجهة أخرى، ولكن من أغرب القضايا أن يكون الدفاع واثق وعلى علم اليقين بأن المتهم لم يحدث الضرب ولم يرتكب الجريمة ولم يكن على علم بمواعيد تنفيذها ويحبس بالعقوبة المؤبدة في جريمة دي. فهذا ده كان أمر غريب جدا، إن دايما زي ما بقول كده ياما في الحبس، لا أنا عصرت ياما في الحبس مظاليم المتهم ده، وحرصا بس على عليه وعلى اسمه، أما يكون عندك علم اليقين فعلا بأن المتهم محبوس ويعاقب، ولكن هو قدر. لو 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 رجعنا لأصله، دايما أنا عندي علم اليقين وعندي يقين في ربنا سبحانه وتعالى وعندي يقين في القرآن في آية ألا وهي إن الحكم إلا لله ونعم بالله. فالإنسان مننا في الحكم أيا كان المحكمة ولها كل التقدير والاحترام، ولكن بيرجع الأمر إلى رب العزة في إن الحكم إلا لله. قد يعاقب المتهم على جرائم ليست هي التي يعاقب عليها أمام محكمة الجنايات، قد يعاقب الأمر أو قد يعاقب المرء على أفعال مستترة يعلمها الله ويعاقب عليها، ولذلك ممكن تكون الدليل على البراءة واضح للمحكمة وبتدي إهانة. إزاي؟ إحنا بنقول ده أمر تقديري للمحكمة، ولكن هو أمر رباني بيرجع إلى رب العزة في من يعطي الأمر في هذا القلم على الكتابة. أكيد طبعا، بس بيكون في تحريات وفي شهود وأدلة. أكيد طبعا، أكيد أكيد. والجرائم القتل الجريمة الوحيدة اللي لازم تاخد حقها في البحث، سواء من محرر المحضر سواء من النيابة العامة، يعني دايما النيابة العامة بترهق في جرائم القتل في البحث للوصول إلى الدليل على الإدانة، لأن في جرائم ممكن ما كنتش مستوفية، وسأل في جريمة بتقدم بمتهم بيحضر بيقر وبيعترف ان هو اللي ارتكب الجريمه، الامر بالنسبه للنيابه المتهم خلاص كده حاجه سهله خلصت. ولكن في جرائم كتير بتعرض على النيابه العامه، البحث فيها بيبقى شاق، مش 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 سهل. طيب لو جينا بقى نتكلم عن جريمه التحريض على القتل، اركان جريمه التحريض وعقوبتها وفقا للقانون. المحرض المحرض هو من يعد العده ويجهز ويتفق مع الفاعل على ارتكاب الجريمة لمصلحة شخصية للمحرض أو للضرر والإيذاء بالمجني عليه، ده اسمه إيه؟ التحرض. المحرض دائما اتعلمنا أن طبقا للقانون بيأخذ المحرض عقوبة الفاعل، بيأخذ المحرض عقوبة الفاعل، وقد تقل لدرجة أخف في حالة تجاوز الفاعل على ما تم الاتفاق عليه مع المحرض، ولكن الطبيعي والأصل في القانون أن يأخذ. والقضايا شهيرة برضو، قضية سوزان تميم دي قضية بتوضح يعني إيه محرض ويعني إيه فاعل، ولذلك كان في البداية في بعد النقض، قبل النقض كانت العقوبة واحدة، وبعد كده وصلت للمتهم الاول بالاعدام، وبعد كده تخففت في حاله يخفف الحكم على المحرض ويفرق ما بين المحرض والفاعل في حاله ان يتجاوز الفاعل على ما تم الاتفاق عليه، يعني اعتبر ان الفاعل ده او القاتل تم الاتفاق عليه على ان هو يضرب انسان لغرض ما مع المحرض، وقام هذا الشخص بالتجاوز في الاتفاق بأن أدى هذا الضرب إلى الوفاة، هو يعاقب بالقتل ويعاقب بالتحريض، بياخد عقوبة أقل، مش أقل كتير، أقل درجة ممكن ما بين ال 15 وده 15 زي ما حصل بالفعل، يعني دي عقوبته. لكن دائما المحرض طبقا للقانون بياخد عقوبة الفاعل. طيب احنا تحدثنا كتير جدا عن موضوع القتل، خلينا نتكلم شوية عن البلطجة. من وجهة نظر حضرتك، شايف إن الدراما والسينما المصرية ساعدت في زيادة حوادث القتل والعنف والبلطجة في الفترة الأخيرة؟ البلطجة خلينا نقول إن هذه الجريمة تعتبر جريمة من الجرائم المستحدثة. مستحدثة.
زمان وطبقا لنص القانون ما كانش في حاجه اسمها بلطجه. حتى 1988 لما صدر قانون برقم 6 واضاف فيه في باب جديد لنص الماده 375 من قانون العقوبات نوع من انواع البلطجه. وللاسف اتلغى هذا القانون في 23 مايو 2006 ولعدم عرض هذا القانون على الطب على مجلس الشورى ولم يقر مجلس الشورى في صدوره. ونظرا للأسف بعد كده بعد انتشار بقى الجرائم وانتشار البلطجه وانتشار التعدي واستعمال الطرق وسميت بلطجه واستعراض قوه وفرض سيطره. اللي الجرائم دي كانت زمان لما بيقولوا فتوة كان الفتوة بأصول. النهاردة البلطجي مسجل بشخص محترم ونفاجأ على الطرق والدائري وطرق كثير، فجأة مجموعة من الناس بتقوم تتعدى على الأشخاص وممتلكاتها وسلب ممتلكاتها، وذلك بيسبق من أعمال البلطجة. لما تعددت هذه الجرائم بقى بعد ثورة يناير والأحداث اللي احنا شفناها واللي حولوا الثورة لتعدي وبلطجة واستعراض قوة وفرض سيطرة من بلطجي، تلاقي النهاردة مشاهد كتير للأسف المشاهد اللي احنا بنشاهدها بوجود شخص بعينه في منطقة بفرض سيطرته دون حق دون مقتدى لهذا الأمر، بفرض سيطرة على المنطقة اللي هو عايش فيها باستعراض قوته عليهم بفرض سيطرته وفرض عليهم إتاوات للأسف بنلاقيها كتير. اضطرت الدولة إلى صدور هذا القانون في بعد ثورة يناير، وتم تحديث نص المادة 375 و375 مقرر في بعد أحداث يناير للضرورة في إصدار هذا القانون لضبط النظام وضبط الأمن العام في الشارع. طيب المقصود بقى بالبلطجة وعقوبة البلطجة وفقا للقانون. البلطجة المشرع طبقا لنص المادة 375 وضحها وعرفها بأنها القيام أو قيام الجاني باستعراض القوة أو الترويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدام القوة أو العنف ضد المجني عليه أو ضد زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو ممتلكاته. يبقى التعدي بصوره والتلويح بالعنف على أي شخص ويسمى المجني عليه أو زوجته أو أبنائه أو ممتلكاته الشخصية دون وجه حق، فهذا هو ما يسمى بأعمال البلطجة. والذي يسير يؤدي إلى إثارة الرعب في النفس المجني عليه وعكر ويعكر صفوه ويعكر سكينته والطمأنينة أو يعرض حياته أو سلامته للخطر. بنشوف ده بأساليب كتير جدا زي الكلاب، زي بنشوفها بأساليب للأسف بتربية كلاب شرسة وليست أليفة، ومحاولة الشخص ده بتهديد الأشخاص بهذا النوع من الكلاب أو تهديد بالسلاح. ولذلك هنا المشرع في الجريمة كانت العقوبة فيها ممكن توصل من السنة أو من اليوم لثلاث سنين، ولكن وضح المشرع وجعل لهذه الجريمة ظروف مشددة. ألا وهي أن النهاردة بيتعرض للظرف مشدد في الجريمة وأنواع الظروف المشددة في الجريمة. طيب أنا للأسف سيادة المستشار الوقت سرقنا، فأنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا عايز. وإن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية كلنا لقاءات أخرى نتكلم باستفاضة أكثر عن هذه المواضيع. في الختام حابب أشكر فريق الإعداد على رسوم الأستاذة إسراء بدران، وعاوز اهني الاستاذه رحاب حمدي ايضا بعيد ميلادها، كل سنه وانت طيبه، وبتمنى الشفاء العاجل للاخت والزميله الاعلاميه نورهان سكر، ربنا يؤميك بالف سلامه. اعزائي المشاهدين كانت دي حلقتنا النهارده من برنامجكم بنكمل بعض، استنونا الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. السلام عليكم. Oh,
الله.